هذا ما أدلي به، وهذه هي الإفادة التي أعطيتها للجنة التحقيقية إلى من مجلس الوزراء. وأعتقد أننا نكون أمام مفصل تاريخي لإظهار الحقيقة والواقع وما يحدث. إحنا لا أريد التبرير لأحد، ربما كان في حالة عصبية متوتر، لكن الحالة حدثت وتم هذا الأمر أمامنا وبحضور مجموعة من القيادات الأمنية وأعضاء مجلس المحافظة، وقد قدموا إفاداتهم وشهاداتهم في اللجنة التحقيقية. هي كان اجتماع تشاوري، وما يقوله ليست أوامر تلتزم بها الأجهزة الأمنية، الأجهزة الأمنية تأخذ أوامرها من المحافظ وهو رئيس اللجنة الأمنية العليا، وهناك فصل بين السلطات، السلطات التشريعية والسلطات التنفيذية.